هل الإسراء والمعراج كان مناما أم كان حقيقة؟ كان حقيقة سيد، كان حقيقة. في حكاية لطيفة أقولها لكم بسبب السؤال ده. كان فيه سلطان في مصر عنده ضيف عزيز جدا، ودايما السلاطين يحبوا يتباهوا لأن على موائدهم عدد من العلماء، خصوصا العلماء الكبار. فالسلطان عاوز يشعر الضيف بتاعه أن عنده إيه، العلماء بيجوا يقدروه. العالم يعرف أن السلطان لا يتورع عن الحرام، لا يتورع عن إيه؟ عن الحرام. طيب يعمل إيه؟ هياكل على المائدة بتاعته وده حرام، مال فيه شبهة. يقوم ياخد معاه رغيف وحتة جبنة في منديل معاه، خلاص وضعت المائدة. لا، القضية دي في قضية تانية مع القضية دي. المهم على أن السلطان بيسأل، ده قضية أخرى هنتكلم عنها إن شاء الله. السلطان بيسأل: يا شيخ فلان، حكاية الإسراء والمعراج دي هل فعلا كانت حقيقة؟ ده الناس بيقولوا، أهل العلم، على أن المنام بتاع النبي، مكان اللي كان نام فيه، لا زالت حرارة الجسد موجودة فيه، يعني بتاع نص ساعة مثلا، بتاع ساعة لربع، تلتي ساعة. كيف يصل من هنا إلى بيت المقدس، بيت المقدس إلى السماء السابعة؟ فالشيخ كان من الأصفياء، قال له خلي بالك. لما قال له خلي بالك وانتبه، السلطان كان في يده الليمونة، وقعت الليمونة على الأرض، وطي إيه؟ يجيب الليمونة من الأرض. غاب عن وعيه ورأى نفسه في جزيرة نائية يسكنها الجن فقط، فوجده عساكر السلطان الجني في صورة امرأة جميلة، أخذوه للسلطان، تزوجه وأنجب ولد، بعدها ولد ثاني وثالث ورابع، قبل أن ينجب الخامس. هل الإسراء والمعراج كان مناما أم كان حقيقة؟ كان حقيقة سيد، كان حقيقة. في حكاية لطيفة أقولها لكم بسبب السؤال ده. كان فيه هل الإسراء والمعراج كان مناما أم كان حقيقة؟ كان حقيقة سيد، كان حقيقة. في حكاية لطيفة أقولها لكم بسبب السؤال ده. كان فيه
هل الإسراء والمعراج كان مناما أم كان حقيقة؟ كان حقيقة سيدي، كان حقيقة. في حكاية لطيفة أقولها لكم بسبب السؤال ده. كان فيه